أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس هو المجلس الثامن والأخير من مجالس تفسير سورة النحل في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل من سورة النحل: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نأكل من الرزق الذي أباحه لنا وأنعم به علينا. قال حلالا طيبا، أي اقصدوا إلى الحلال الطيب الذي ليس فيه شيء مما حرم عليكم، وليس فيه شيء من ظلم العباد وأكل أموالهم بغير حق. حلالا طيبا، وهذه الآية فيها الدلالة على أن الإنسان ينبغي له أن يقصد إلى الطيب من الرزق، ولا يمنع نفسه الطيب لأجل الاحتجاج بالزهد، فإن الزهد إنما هو أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، وإلا لو أراد الإنسان أن يزهد لزهد في الماء الذي هو أعظم النعم على العباد. قال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله. لما كانت هذه السورة في ذكر النعم قال اشكروا نعمة الله، ولما جاءت هذه الآية في سورة البقرة قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال اشكروا لله في سورة البقرة، وهنا لأن صلة هذه السورة بالنعم صلة قوية قال اشكروا نعمة الله. وشكر نعمة الله يكون بأن يعترف العبد بأنها من الله، ويتلفظ بلسانه بأنها من الله، ويسخر هذه النعمة في طاعة الله فلا يعصي بها الله جل جلاله. قال إن كنتم إياه تعبدون، ثم قال إنما حرم عليكم الميتة والدم. بعد أن ذكر حلالا بين ما يحرم، والمحرم في الإسلام معدود لأنه قليل وليس كثيرا. نحن سائر الطيبات حل لنا إلا أشياء قد عدها الله عز وجل لنا في القرآن، فعد في سورة المائدة قرابة 9 أشياء محرمة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، يعني أن تبحثوا عن حظكم عبر الاستقسام بالأزلام، وهو يعني ضرب شيء معين من أجل معرفة هل يسافر الإنسان أو يتزوج أو لا يفعل شيئا من ذلك. وفي هذه الآية وهي آية مكية، فإن قلت لمذا عد هنا 4 أو 5 أشياء وفي سورة المائدة عد أكثر منها، قلنا لأن هذه مكية وتلك مدنية، وسورة المائدة من آخر ما نزل، بل قال العلماء إنه ليس فيها شيء منسوخ. قال إنما حرم عليكم الميتة. ما هي الميتة؟ الميتة هي كل ما مات حتف أنفه، يعني ولم يذكى،
أو مات بطريقة غير شرعية، فمنه الوقيف، ومنه النطيحة، ومنه الذي قتل أو ذبح بغير الطريقة الشرعية، كل ذلك يسمى ميتة. ولم يحل لنا من الميتة إلا شيئان: السمك والجراد، وهذا بنص السنة، وأيضا بالقرآن: أحل لكم صيد البحر وطعامه. طعامه هو الميت فيه، أما صيده فهو ما صيد حيا. قال: والدم. والمقصود بالدم الدم المسفوح، وهو الدم الذي يخرج عند ذبح الذبيحة، فهذا الدم المنسفح حرام علينا. أما ما خالط اللحم والعروق فإنه ليس بحرام بالإجماع، وقد كانت القدور تغلي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللحم، ويرى الدم على جوانب القدر فلا يغير منه شيء. فالمقصود بالدم هو الدم المسفوح، لقول الله في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فقيد الدم بالمسفوح، وهو الدم المصبوب الذي يكون عند ذبح الذبيحة، هذا الدم الذي ينبعث هذا محرم. كان العرب أو كان فيهم من يأخذه فيشربه. قال: أو والدم. وقد أحل لنا من الدماء دمان: دم الكبد ودم الطحال. ولحم الخنزير، والخنزير حيوان معروف، وقد كان بعض الناس يستغربون لماذا حرم الخنزير، فكنا نقول: حرم الخنزير لأن الله حرمه، أمرنا بأن لا نأكله، وما حرم الله شيئا إلا والحكمة تقتضي تحريمه. والآن أثبتت الدراسات والبحوث أن لحم الخنزير مضر بالإنسان، وله أضرار كثيرة، بإمكانكم أن تراجعوها في الكتب المتخصصة. وهل يشمل ذلك شحمه؟ أجمع العلماء على أن اللحم يدخل فيه الشحم، ولم يحك في ذلك خلاف إلا عن داود بن علي الظاهري أنه قال: إن الشحم ليس بمحرم. وهذا يعتبر قولا شاذا لا يتابع عليه لو صح عنه. وإن كنت تتبعت أنا أقوال الظاهرية فلم أجد أحدا من الظاهرية قال بأن شحم الخنزير حلال. فإن قلت: لما ذكر اللحم وترك الشحم؟ قلنا: لأنه هو الأغلب في الانتفاع، فذكر أغلب ما ينتفع به. قال: وما أهل لغير الله به، يعني ما ذكر عليه غير اسم الله، كأن يذبح باسم الصليب أو باسم المسيح أو باسم الوثن والصنم أو باسم السيد أو الصالح أو العبد الصالح فلان، باسم السيد البدوي أو الست زينب أو غيرها من، إذا قيل هذا لا يحل أكله، لأنه أهل به لغير الله، أو أهل لغير الله به، أي ذكر عليه غير اسم الله. والإهلال هو رفع الصوت بالشيء، ولذلك سمي الهلال هلالا. لماذا؟ لأن الناس كانوا إذا رأوا الهلال رفعوا أصواتهم: قد دخل الشهر، قد دخل الشهر، رأينا الهلال، فسمي الهلال هلالا. قال الله عز وجل: وما أهل لغير الله به، فمن اضطر في شيء مما تقدم غير باغ ولا عاد، غير مريد للأكل من الحرام ولا متعد بالأكل فيه بأن يأكل فوق الحاجة، فإن الله غفور رحيم. ولم يذكر الحكم، يعني لم يقل فلا إثم عليه، فنقول نحن نستفيد الحكم من القرآن ومن أسماء الله وصفاته. أما من القرآن فقد ورد في آية البقرة: فلا إثم عليه. وأما من أسماء الله وصفاته فإن الله ما علق الحكم بأسمائه وصفاته إلا لمعنى، فقوله فإن الله غفور رحيم أي فإن الله قد غفر للمضطر الذي أكل غير باغ أي مريد للأكل من الميتة، ولا عاد أي متعد في أكله ورحمه وأباح له الأكل. فماذا يأكل؟ يأكل عندما يصل حد الضرورة، يخاف على نفسه من الهلكة، ويأكل قدر الحاجة، كما يقول العلماء: الضرورات تقدر
بقدرها. قال: فإن الله غفور رحيم. ثم قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. أي لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لأجل وصف ألسنتكم الكذب، لأجل أنكم تريدون الكذب، ما عندكم لا حجة ولا برهان. فإن هذا ممقوت عند الله أشد المقت. وهذا الخطاب إن كان للكفار دخل فيه المسلمون، لأن المسلمون يعرفون الله ويخافون منه، وإن كان للمسلمين فهذا أشد في نهي المسلم أن يتكلم في دين الله بغير علم، فيحرم شيئا قد أحله الله أو يحل شيئا قد حرمه الله. ولاحظوا كيف صور لنا الأمر تصويرا بديعا، قال: لما تصف ألسنتكم الكذب، ما قال لما كذبتم به في ألسنتكم أو لما قلتموه كذبا، قال لما تصف ألسنتكم الكذب، كأن اللسان تحول إلى جسد كاذب، فكأنك ترى الكذب بعينك. تصف ألسنتكم الكذب، فأنت ترى الكذب في اللسان رؤية عين. هذا هو وصف من يفتري على الله الكذب بأن يقول هذا حلال وهذا حرام من غير بينة من عند الله. ولذلك يا إخواني احذر أن تبادر إلى شيء أن تقول فيه حلال أو تقول فيه حرام وليس عندك بينة فيه من الله. ولأجل هذا نجد في كلام كثير من أهل العلم يقولون: ينبغي لك ألا تفعل ذلك، ينبغي لك ألا تقول ذلك، ينبغي لك أن تفعل ذلك. فإذا قلت هو واجب أو حرام، قال: ينبغي لك ألا تفعل ذلك، يفتيك بالأحوط، لكن لا يجتري على أن يقول هذا حلال أو هذا حرام خشية أن يقع في هذا الأمر، وهو افتراء الكذب على الله. فإن قيل: فلما قدم قوله هذا حلال؟ قيل: لأن النفوس تهوى التحليل وترغب فيه، فقدمه ليستنكره أولا، فقال هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون، أي يختلقون الكذب على الله الكذب، لا يفلحون. وانظروا، لم يقل إن الذين يفترون الكذب على الله، قال على الله الكذب، لبيان أن الكذب على الله ليس كالكذب على غيره، وأنه خطير. ألا يكفيهم أنه على الله حتى يرتدعوا عنه ويحجموا عن أن يقولوا في الله أو يقولوا على الله ما لم يقل؟ وأعظم الذنوب يا إخواني هو الكذب على الله. قال الله عز وجل إنما قال الله عز وجل في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن قلت القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، قلنا نعم، لأن الشرك ثمرة من ثمرات القول على الله بغير علم. ما أشرك أحد بالله غيره إلا لأنه افترى على الله الكذب وقال هذه الأصنام لها حق العبودية وهي شركاء لله. ولذلك قال العلماء إن هذه الذنوب في هذه الآية مرتبة، بدأت بالضعيف ثم انتقلت إلى القوي والشديد. قال: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل يتمتعون به ولهم عذاب أليم. ثم قال الله عز وجل: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني حرمنا على اليهود ما أنزلناه عليك من قبل. ما هو الذي أنزله الله على رسوله من قبل؟ سورة الأنعام، فهي نزلت قبل سورة النحل. وقد قال الله في تلك السورة: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما
إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم، لم يكن ذلك من ظلمنا لهم، فإن الله لا يظلم، وقد حرم الظلم على نفسه وقد جعله بين عباده محرما، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأنهم ظلموا، حرم الله عليهم هذه الأشياء التي كانت في بهيمة الأنعام. ثم قال الله عز وجل: ثم إن ربك لله. وقوله وعلى الذين هادوا دلالة على أن التحريم كان خاصا بهم، كان التحريم خاصا بهم وليس في غيرهم من الأمم. وقوله ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هنا يطمع الله عز وجل عباده في مغفرته، فيقول: كل من عصاني ثم تاب وأصلح فإني أغفر له وأرحمه. ثم إن ربك يا محمد للذين عملوا السوء بجهالة. ما معنى بجهالة؟ قالوا: الجهالة هنا ليست هي الجهل بمعنى أن يكون الإنسان جاهلا بالحكم الشرعي، فإن من جهل الحكم الشرعي لا يعتبر مذنبا، من جهل الحكم الشرعي لا يعتبر مذنبا. إذن ما معنى الجهالة؟ الجهالة هي تقحم الإثم، هي السفاهة، أن يأتي الإنسان الإثم قصدا، هذه هي الجهالة. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، ما عصى الله أحد إلا وهو جاهل، قد جهل قدر الله وذهب من قلبه تعظيم الله فتقحم المعصية. قال: ثم تابوا من بعد ذلك، حصلت لهم توبة بعد وقوعهم في الذنب وأصلحوا. ما معنى التوبة هنا؟ التوبة هنا الرجوع، رجعوا. هل مجرد توقفهم عن الذنب ورجوعهم كافي؟ لا، حتى يصلحوا العمل، لأنه ممكن يقلع الإنسان عن الذنب لكنه لا يصلح العمل. والله كان يشرب الخمر ويزني، ترك شرب الخمر والزنا، لكنه لم يصلح، لم يصلي ولم يصم ولم يذكر الله كثيرا، هذه التوبة لا معنى لها. التوبة تعني أن تتوقف عن الذنب وتندم عليه وتصلح العمل فيما بينك وبين الله عز وجل لتكون تائبا راجعا إلى الله. قال: ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم ذكر الله عز وجل نبيه إبراهيم، لأن هذه السورة كانت في ذكر التوحيد وشكر نعمة الله، أراد الله عز وجل أن يبين لنا ماذا كان عليه إبراهيم من توحيد الله الذي هو أعظم ألوان الشكر والاعتراف لله بالفضل، وكيف كان يشكر نعمة الله. قال: إن إبراهيم كان أمة. الأمة تطلق على عدة معاني، المعنى الأول هم الناس المجتمعون على عقيدة معينة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، الجماعة. وتطلق الأمة على جماعة السنين، وقال: الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي تذكر بعد عدد من السنين. وتطلق الأمة على الملة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي ملتكم ملة واحدة. وتطلق كما في هذه الآية على الرجل الجامع لخصال الخير، يعني كأنه في اجتماع خصال الخير فيه كأنه جماعة من الناس، فهو كريم وشجاع وصبور وصدوق ومؤمن وبر ورحيم ورؤوف وأواه ومنيب، فكأنه جماعة. فلما اجتمعت فيه هذه الخصال من الخير قيل له أمة. قانتا لله، أي مديما لطاعة الله، فإن القنوت هو دوام الطاعة،
حنيفاً أي مائلاً عن الشرك إلى التوحيد قصداً، فإن بعض الناس يميل عن يعني لا يشرك لكن ليس عن قصد منه، أصلاً ما طرأ الشرك على قلبه فهو ما أشرك، لكن إبراهيم كان قد مال عن الشرك قصداً، وإلى أين مال؟ إلى التوحيد، فسمي حنيفاً. وفي القرآن ورد الحنف والجنف، الحنف ميل إلى خير والجنف ميل إلى إثم، كما قال الله عز وجل: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أي ميلا إلى الوصية الجائرة، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم. قال حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد قصدا، ولم يكن من المشركين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام نزهه الله عن الشرك فقال ولم يكن من المشركين، أي لم يكن في حالة من أحواله مشركا. وفي الآية الأخرى قال وما كان من المشركين في نفس السورة، لا قبل النبوة ولا بعدها من باب أولى. وقال في سورة الأنبياء ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، قال العلماء إيتاؤه الرشد من قبل النبوة يعني أنه لم يشرك بالله، لم يشرك مع الله غيره، لا قبل أن يوحى إليه وبالطبع بعد أن أوحي إليه. قال ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، كان من صفات إبراهيم شكر نعمة الله عليه، ومن شكره ما ذكره الله عز وجل: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وانظر إلى قوله شاكرا لأنعمه ولم يقل لنعمه، نعم جمع كثرة وأنعم جمع قلة، وإنما ذكر الأنعم لأن أحدا لا يطيق شكر النعم، شكر النعم ما يطاق، من الذي يستطيع أن يأتي بعمل يوازي نعم الله؟ ما أحد يستطيع هذا، وإنما أنت تشكر أنعم الله عليك يعني القليل من نعم الله عليك. واضح؟ هذا سر التعبير بأنعم. وانظروا جاءت نعم وأنعم في القرآن يعني كثيرا، ومع ذلك في هذه المواطن عندما يأتي إلى شكر الأفراد يقول شاكرا لأنعمه. قال اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، اجتباه بمعنى اصطفاه، فهو خليل الرحمن وهو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، وهداه إلى صراط مستقيم أي إلى طريق التوحيد. وآتيناه في الدنيا حسنة، آتاه الله في الدنيا حسنة وهي الذكر الحسن، قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، قال وتركنا عليه في الآخرين أي تركنا عليه ذكرا حسنا، فما من أحد يذكر إبراهيم إلا بخير. ولذلك اليهود يقولون إبراهيم يهودي، والنصارى يقولون إبراهيم نصراني، ولم يكن إبراهيم لا يهوديا ولا نصرانيا، وإنما كان حنيفا مسلما، لأن اليهودية فيها شرك والنصرانية فيها شرك، طبعا من بعد عيسى عليه السلام ومن بعد موسى. قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي كن على طريقته في التوحيد حنيفا مائلا عن الشرك قصدا إلى التوحيد. كلما رأيت بوابا من بوابات الشرك سواء كان الظاهر أو الخفي، الجلي أو الخفي، المعلن أو المسر به، تنصرف عنها وتكون متيقظا لكل أنواع الشرك، فتميل عنها وتبتعد منها وتحذر أشد التحذير من الوقوع فيها، عندها تكون حنيفا. ويؤسفني أن أقول وأنا على هذا المنبر أن بعض الصالحين يصلي ويصوم ويتصدق ويعتمر كل عام
ويحج بيت الله الحرام ولا يتمعر وجهه وهو يرى الشرك بأم عينيه، يرى الناس تستغيث بالولي وبالصالح وتطلب منه إجابة الدعاء وكشف الكروبات ولا يرى في ذلك بأسا، بل يرى أن هذا شيء من حق هؤلاء الناس، فنقول أين هي الحنيفية أن تميل عن الشرك وعن أسبابه وعن آثاره وعن صوره وأشكاله؟ لقد قال الله في حق أناس: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يخلطون الشرك مع الإيمان. فتجد الإنسان صائم مصلي صادق طيب يقوم الليل ويقرأ القرآن ويختم ويعلم الناس، ولكنه إذا جاء عند القبر ركع وسأل صاحب القبر وخاف من صاحب القبر أن يطلع على ما في سره وأن يعاقبه ويحاسبه. بالله عليك، أي توحيد هذا؟ ما هذا التوحيد يا إخواني؟ أين عقولنا؟ توحيدك لله أن تعتقد أنه لا نفع ولا ضر ولا رفع ولا شيء من رزق إلا من عند الله، ألا ترفع كفيك بالدعاء إلا إلى الله. انظروا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما قال فإنك يا محمد قريب منهم يدعونك أو أدعو أنت لهم، لا، حتى ولم يقل فقل، ما قال إذا سألك عبادي عني فقل، ليقطع جميع أنواع الواسطة بين الله وبين عباده، ما فيه إلا الله، والله يسمعني ويسمعك ويسمع كل أحد في كل مكان إذا لجأ إليه وصدق في دعائه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إنما جعل السبت، أي إنما فرض السبت وألزم باحترامه والتفرغ فيه للعبادة على اليهود الذين اختلفوا فيه، لأن نبيهم أمرهم بأن يعظموا يوم الجمعة، وهو يوم معظم لأنه اليوم الذي خلق الله فيه آدم، واليوم الذي ولد فيه محمد، واليوم الذي يبعث فيه الناس، واليوم الذي أهبط فيه آدم من الجنة، وهذا اليوم معروف، ولكن اليهود أبوا ففرض عليهم يوم السبت. قال الله: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، ومع ذلك ابتلاهم الله به فلم يقوموا بما ابتلاهم الله به، فحرم عليهم الصيد يوم السبت فصادوا يوم السبت. ولذلك قال: وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وهذا يدل على جحود النعمة، وهو مناسب لواقع السورة، لأن السورة في الشكر وجحود النعمة. فاليهود قد جحدوا نعمة الله عليهم، أمرهم الله أن يعظموا يوم الجمعة فأبوا وقبلوا يوم السبت ولم يحترموه، بل انتهكوا حرمته فصادوا يوم السبت، فجعل الله منهم قردة وخنازير. ثم قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعدما بيّن له ملة إبراهيم وأمره باتباعها أمره بالدعوة، ثم أوحينا إليك أن اتبع. طيب، وهل يكفي أن تتبع؟ لا، ما يكفي، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيش؟ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أدعو، طيب أدعو لمن؟ قال: أدعو إلى سبيل ربك. ما في عندنا إلا سبيل واحد، وهو سبيل الله، وهو سبيل واضح. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فأنت تدعو إلى سبيل واحد، لا تدعو إلى جماعة ولا إلى طائفة ولا إلى فرقة ولا إلى مذهب ولا إلى قبيلة ولا إلى دولة ولا إلى حكومة ولا إلى وطن، وإنما إلى سبيل ربك، إلى هداه، إلى دينه الذي أنزله في كتابه والذي وضحه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا دعوة إلى غير ذلك. ولكن بأي شيء تكون الدعوة؟ قال: بالحكمة. وبدأ بها
لأنها أوسع أبواب الدعوة، ولأن كل مدعو محتاج إلى الحكمة في دعوته. وما هي الحكمة؟ هي أن تأتي إلى الشيء من الطريق المناسب. فالعالم تتحدث معه بحديث العلم، والجاهل تتحدث معه بالأحاديث التي تناسبه، والصغير تتحدث معه بما يوافق عقله، والمرأة كذلك، والغربي الأوروبي ما تحدثه بالشيء الذي يفتنه عن دينه، والذي يشرب الخمر ما تأتي له وتقول له يا أخي أنا أدعوك إلى الإسلام، فالإسلام من مزاياه العظيمة أنه يحرم الخمر، يقول سلام عليكم دينك هذا خليه لك، أنا أي دين يحرم علي الخمر ما أحبه. لكن تقول له تعال، الإسلام هو دين التوحيد، الصلاة، السعادة، الرحمة، البر بالوالدين وكذا. فإذا أسلم اطمأن قلبه بالإيمان، جاء وسألك وقال لك ما حكم الخمر في الإسلام، تقول الخمر محرمة. هنا بعد ما اطمأن قلبه بالإيمان وذاق حلاوة الإيمان سيقبل وينتهي ويرعوي. وقد وقع لجماعة أنهم أسلموا وهم من الكوريين، فقام رجل من الصالحين بينهم وقال اسمعوا أيها الأحبة، نحن في الإسلام كل من يسلم لا بد أن نختنه. قالوا ما الختان؟ قال نقطع من ذكره قطعة. قالوا بسم الله، الإسلام حقك هذا خلي عندك، وخرجوا مرتدين. شوف، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. فالحكمة هي أن تدخل إلى كل إنسان مع الطريق الذي يناسبه، قد تكون مع هذا بالابتسامة، قد يكون مع هذا بالمال. كم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمال؟ كثيرا. في غزوة حنين بدأ يوزع مئات من الإبل على المؤلفة قلوبهم ليدعوهم، لأنه يعرف أنهم يحبون المال حبا جما. وجاءه الرجل فقال أعطني يا رسول الله مما أعطاك الله، قال رأيت هذا الوادي من الغنم؟ قال نعم. قال خذه كله فهو لك. فالرجل جن جنونه، ما يدري رسول الله صادق أو كاذب، فقال تهزأ بي؟ قال بل هو لك. فأخذها الأعرابي وهو غير مصدق، ذهب إلى قومه قال يا قوم أسلموا، فوالله لقد جئتكم من عندي رجل لا يخشى الفقر على نفسه. فجاء قومه كلهم مسلمين. شفتوا كيف الحكمة؟ دعا بالمال. ولذلك قد تدعو أنت خادمتك أو سائقك بالمال، تقول يا فلان إذا أسلمت أنا أزيد راتبك، أو تزيد راتبه قبل وتحسن إليه وتطعمه وتقربه وتدنيه لكي يسلم. هذه هي الحكمة. قال والموعظة الحسنة. الموعظة لمن؟ قال الحكمة لمن لا يعلم، والموعظة لمن يعلم، يعلم الحق لكنه لم ينصع له. هذا ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى موعظة، إلى ترقيق قلبه لقبول الحق، تذكره بالدنيا وفنائها، بالجنة، بالنار، باطلاع الله، بنعم الله. قال والموعظة الحسنة، أدنى لين وحسن في الموعظة يكفي، لأن الموعظة أصلا لينة، فأدنى شيء فيها يحسنه. قال وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا قسم ثالث من الناس، عنده شبهات ولبس، وعنده حجج وأباطيل، ويريد أن يزيل هذه الشبهات وأن يجادل عن الباطل الذي هو فيه. جادله وناقشه وحاوره. ومعروف أنه في حال الخصومة يحصل أن النفوس إيش؟ تستوفز وتتهيج، فتقل أو تجف الألفاظ الحسنة. فالله يؤكد عليك يقول في هذه الحالة إياك أن تخاطب صاحبك الذي تجادله بالمجادلة الحسنة، لا تجادله بالمجادلة الحسنة، وإنما بالتي هي أحسن. في تلك اللحظة استعمل أفضل ما في قاموسك من الألفاظ، ما تقول له يا غبي ما تفهم، أنا قلت لك كم مرة، أنت إنسان أصلا عندك وفيك على طول ما يقبل الحق. لكن تقول له أنا أثق بقدراتك العقلية، أنا أشعر أنك إنسان طيب، أنا أشعر أنك إنسان غير عادي، وتعطيه من الكلام بأحسن ما عندك. ولذلك قال العلماء لما ذكر الموعظة الحسنة لم يقل والموعظة التي هي أحسن، لأن الموعظة يكفي فيها أدنى حسن، هي أصلا تليين.
أما المجادلة فلما كانت محلاً للتنافر والخصومة أكد على أحسن ما يكون فيها، قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أنت ما عليك إلا أن تدعو وتستخدم هذه الأساليب: الحكمة لمن كان جاهلاً، الموعظة لمن كان عالماً، المجادلة بالتي هي أحسن لمن كانت عنده شبهات وعنده أشياء يدفع بها الحق، تجادله ولكن بالتي هي أحسن. قال: وإن عاقبتم، أي رددتم العقوبة على من أساء إليكم، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لماذا؟ لأن الله يأمر بالعدل، كما في الآية الجامعة التي ذكرناها قبل درسين أو ثلاثة. إن عاقبتم، متى عاقبتم أحداً أساء إليكم وأوقع شيئاً في أبدانكم أو أموالكم أو أراضيكم أو أهليكم، فعاقبوا بمثل. ولاحظوا أنه لابد من مراعاة المثلية، فإذا لم تمكن المثلية لم تصح العقوبة، لم تصح العقوبة. بمثل ما عوقبتم به. ثم ندبهم إلى الإحسان فقال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وهذه الآية كما يقول العلماء نزلت في المسلمين في أحد، عندما مثل المشركون بثلاثة وستين، أو قتل المشركون 63 من الصحابة ومثلوا بسبعة من الصحابة ومنهم حمزة، فقال المسلمون: والله لئن ظفرنا بهم لنربين عليهم، يعني لنفعلن بهم ولنفعلن. فلما جاء فتح مكة وظهرت بشائر النصر، قال بعض الصحابة: اليوم ننتقم لإخواننا في أحد، اليوم نريهم شيئا لم يروه. فأنزل الله هذه الآية: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فندبهم الله للصبر الذي هو فضيلة، وقال: إن لم تريدوا الصبر فلكم أن تعاقبوا بالمثل. قال: واصبر وما صبرك إلا بالله. قال العلماء إن هذا خطاب لرسول الله، لأنه لا يليق برسول الله أن يعاقب بالمثل، لا يليق به إلا الفضل. قال: اصبر وما صبرك إلا بالله، يعني صبرك أن تكون مستعينا بالله، فإن الصبر لا يكون إلا من الله، ولا يكون إلا بعون من الله، ولا يقبل إلا إذا كان لله. وهذا أكمل الصبر، أن يكون صبرا لله وصبرا بالله وصبرا إلى الله. قال الله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم، لأن الله قد كتب ما كتب من إضلال بعض العباد وهداية بعضهم، فأنت ما عليك إلا البلاغ. ولا تك في ضيق مما يمكرون، لا يضيقن صدرك من مكرهم. ولاحظوا قال: ولا تك في ضيق مما يمكرون. تك هذا فعل مضارع مجزوم بلاء الناهية، والنون تحذف لأجل التخفيف، يعني يصح أن تقول لا تكن ولا تكو، لكن لماذا حذفت النون هنا وأبقيت في سورة النمل ولا تكن في ضيق مما يمكرون؟ قال العلماء إن الفعل إذا خفف أو اختصر فإنما ذلك لمراعاة الحال، فيقول: من حين ما يأتي البلاء منهم والشر من عندهم إياك أن يقع في صدرك أي ضيق، مباشرة انفي ذلك الضيق من صدرك يا محمد، لا يكن للحدث أي مساحة في قلبك، بادر إلى نفي الضيق، لأنك تعلم أن هذا من عند الله، وأن الله ناصرك عليهم، وأن جزاءك عند الله أعظم مما أنت تأمله من النصر والظفر بأعدائك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن اتقى الله كان الله معه فنصره على أعدائه وأظفره بهم وأيده وأسكنه جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، بشرط أن يتقي الله التقوى الحقيقية. قال: والذين هم محسنون. التقوى لكونها تتجدد
وتأتي في كل فعل وكل طاعة جعلها بالصيغة الفعلية. قال: إن الله مع الذين اتقوا، يتقون في الصلاة، في الصوم، في الليل، في النهار، مع الأهل، في العمل، في القليل، في الكثير، فيما يحبون، فيما يكرهون. فالتقوى متجددة في كل الأعمال بحسبها. أما الإحسان فهو وصف يتصف به الإنسان، إما أن يكون من أهل الإحسان أو ينزل عن ذلك. ولذلك عبر عن التقوى بالفعل الذي يدل على التجدد، وعبر عن الإحسان بالوصف الذي يدل على الثبوت والدوام. فأنت تتقي الله في كل فعل بحال حدة، وتكون من أهل وصف الإحسان، ليكون الله عز وجل معك في كل حال. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم جميعا من أهل التقوى وأهل الإحسان. اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم برحمتك اجعلنا من المحسنين، واجعلنا من المتقين في كل حال يا رب العالمين، واجعلنا من أهل القرآن العظيم الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله يا رب شافعا لنا يوم نلقاك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.